أهلا وسهلا بكل التلميذات والتلاميذ وأولياء الأمور. إذا في إطار الاستعداد لفروض المرحلة الأولى أو الفرض الأول للدورة الأولى، نشوف نموذج للفرض الأول للدورة الأولى مادة التربية التشكيلية، وهي مادة جد مهمة. وإذا بالنسبة يعني حاولوا أنكم تخدموا هذه المادة من بعد ما تخدموا مواد أخرين، حاولوا تخليوها يعني باش شوية تفوجوا على راسكم، يعني خليوا الرسم والتربية التشكيلية يعني آخر حاجة، يعني بالنسبة باش يعني تبدلوا الروتين ديال الرياضيات والفرنسية إلى آخره. إذا بالنسبة هنا السؤال الأول، ألون هنا النموذج يعني حملوه، راه نخلي لكم الرابط ديالو في الوصف باش تحملوه وتخدموا نتوما في النموذج. إذا بالنسبة السؤال الأول، ألون الرسم بألوان أولية وألوان مختلفة. غنخدم بزاف الألوان، الأخضر، الأزرق، الأحمر، الأصفر، البرتقالي، باش نلون هاد الألوان. إذا بالنسبة نعطيكم نموذج ديال واحد التلميذ الأول كيف كيفاش لون، والتلميذ الثاني كيفاش لون. اذا هذا نموذج اول ديال التلميذ اللي خدم جميع الالوان الاوليه والثانويه باش يلون الرسم ديالو، وكذلك التلميذ الثاني اذا كيفاش استعمل الالوان باش يلون هذا الرسمه، الطبيعه بالاخضر، الشمس بالاصفر. اذا الغيمه ممكن كان عليه لونه يعني ممكن لونها بلون اخر من غير الاخضر، ممكن نعملوا لها الزرق مثلا، ماشي يعني مفتوح الى اخره. اذا هذا نموذج التلميذ الاول، وهذا نموذج التلميذ الثاني. إذا ننتقلوا السؤال الثاني. بالنسبة للسؤال الثاني عندنا الفواكه. إذا شنو مطلوب منا؟ أن نلون الرسم باستعمال نقط وخطوط بأحجام وألوان مختلفة. هنا ما نخدمش الألوان، ولكن نخدم نقط وخطوط بألوان مختلفة. إذا وكل واحد والإبداع ديالو. نشوفوا الرسمة ديال التلميذ الأول اللي عمل غير نقاط وخطوط بهذا الشكل، وكذلك بالنسبة التلميذ الثاني اللي استعمل كذلك غير نقاط يعني بساطين، وكذلك خطوطة بساطين بألوان مختلفة، أصفر أخضر. إذا هنايا شنو غنعمل؟ غنعمل غير النقط والخطوطة، ولكن خطوطة بألوان مختلفة. إذا لكم الإبداع، لكم يعني الخيال، وكل واحد والإبداع ديالو والخيال ديالو في التربية التشكيلية. إذا نتمنى نكون فتكم، شكرا وإلى اللقاء.